تصنيف الإخوان؟ اه ايه المشكلة؟ ممكن جدا، بس هي المسألة كيف تضع أولوياتك وأن تحققها في إطار يتوح لك حرية الحركة على المسرح الأمريكي. المشكلة اللي أنت شايفها دلوقتي، بس ده ربما يكون أمر مؤقت، هو الفوضى الضاغطة، هو الإحساس بأن احنا انتصرنا، ومجموعات من الأيديولوجيين اللي جايين ينفذوا مخططاتهم بانون ده في غاية الخطورة. مستشار الأمن القومي اللي مشي ده كان في غاية الخطورة. فإذا هذه الجماعات والتوجهات خفت حدتها، ممكن جدا تستقر الأمور بشكل أنه يستطيع العرب أنهم يشتغلوا مع هذه الإدارة. لو أنا خدت نفسي كده وقلت لك أنت مستمتع بمقعد الأمين العام للجمعية الدول العربية؟ شوف، أنا تمتعت بخمس سنين من الهدوء النفسي بعيدا عن الضغط العصبي، وقرأت بتمتع فيما أرغب أن أقرأه، ونمت كويس، وما كانش بينغص علي إلا إحساسي بأنه بعض الدول اللي الواحد اجتهد طول حياته أنه هو يخدم تضيع هكذا، وأن القضية الفلسطينية تتقهقر هكذا. عندما يعني رشحت لهذا المنصب أو لهذه المسؤولية، تصورت أنها تأكيد لاجتهادي السابق، لكن في الحقيقة هي مسؤولية ثقيلة جدا. أنت تصحى الساعة 5:30 في سبق للقراءة والاطلاع، تخش مكتبك الساعة 7:15، تبقى تجتهد وتتابع وتحقق انفراجات هنا وتتلقى طعنة هنا. لو عاوز الحق، المعاش كان متعة. المعاش كان متعة؟ اه طبعا. انا قريت في الخمس سنين دول، تقديري قريت لي 70 كتاب، كل كتاب 500 صفحة، كتب أجنبية، كتب بالإنجليزية، بالإضافة إلى العديد من الكتابات العربية. توقعت سيادتك أن أنت تأتي إلى هذا المنصب؟ لا 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 إطلاقا. على الإطلاق؟ إطلاقا، لأنه أنا عملت مهمتي. واللي يكتب كتبه يبقى قدر أنه مهمته انتهت، خدها مني كده. مظبوط. اللي يكتب كتابين عن تجربته يبقى خلاص قدر انه مهمته، وانا كتبت الكتابين واصدرتهم سنة 2013. مظبوط. كنت وبالتالي قدرت ان انتهت. انتهى، رغم انه كان التقدير العام ليا من الحكم تقدير فيه احترام وفيه مودة، وانا من ناحيتي عميق الشكر للمسؤولية اللي كلفت بيها، والآمل أن ربنا يعطيني من العمر أن أنا أنجح في تنفيذها إن شاء الله. يديك العمر ويديك الصحة عشان تفي بما تراه وعدا ودينا في رقابتك لهذا الوطن ولهذه الأمة العربية. الحمد لله. كل الشكر يا فندم، وشكرا جزيلا أعزائي المشاهدين. كانت هذه إطلالة على أفكار الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط في جولة ما بين العام والخاص وبين الدولي والعربي والمحلي. أعتقد استمتعت كثيرا بالجلوس إلى هذا الرجل القيمة والقامة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على خير.